هذه هي أنطاكية. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. El pan nuestro de cada día danos hoy. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation. هذه هي أنطاكية. أنطاكية حيث دعي التلاميذ أولا مسيحيين، وها هي أنطاكية صارت موجودة في كل أصقاع وبقاع العالم. أبرشياتنا وكنائسنا وكهنتنا صاروا موجودين بكل أنحاء العالم، ومثل ما لاحظتوا صرنا منسبح الرب ومن مجده بكل لغة من اللغات المستخدمة والموجودة في كل تلك الأراضي والبقاع. نشكر الرب. أنطاكية هي عظمى برحمات ربها بإيمان أبنائها، ونحن صلاتنا اليوم باسمي باسم كل أباء المجمع والأخوة الأساقفة المجتمعين أن نتوجه لكل أبنائنا في الوطن وفي بلاد الانتشار، لكل رعايانا نتوجه بالبركة الرسولية، بركة الرب وصلاة العذراء مريم شفيعة هذا الدير المقدس في البرلمان، والقديسين بطرس وبولس مؤسسي الكرسي الأنطاكي، تكون مع كل أبنائنا. سلام الرب والسلام يحل في كل أنحاء العالم. هو المبارك وهو الممجد إلى الأبد. أمين.